مرحبا ترحيب وافي بالحضور عد ما هلت همالي للغمام مرحبا وقدومكم فرح وسرور عند أهل الطيب والرسل الكرام. مرحبا ترحيب وافي بالحضور عد ما هلت همالي للغمام مرحبا وقدومكم فرح وسرور عند أهل الطيب والرسل الكرام. في فرح عبد الله يزيد النور ينور والقمر نوره جلى عنا الظلام والقمر نوره جلى عنا الظلام والتهاني بالقوافي والسطور لك يا عبد الله عسى فرح الدوام عبد الله المقدام يا نسل الخمور يا عميد المرج أهبنا الألام يا الكريم الناهي يا صاحب الجسور طاعي الفزعة تبعد المرام طاعي الفزعة تبعد المرام نسل شيخ هو نصعب السهول أهل العز من ماضي العصور فالمواقف من يقصون العظام فالمواقف من يقصون العظام والتبارك لك عبد الله بالسرور من أم محمد رفيعة المقا أم محمد ديك ما بدر البدور الأصيل المصرفة بيت الحشام أم محمد ديك ما بدر البدور الأصيل المترفة بيت الحشام الأصيل المترفة بيت الحشام مرحبا تحيب وافي بالحضور عند ما هلت همالي للغمام مرحبا وقدومكم فرح وسرور عند أهل الطيب والرسل الكرام. في فرح عبد الله يزيد النور ينور والقمر نور جلى عنا الظلام والقمر نور جلى عنا الظلام والتهاني بالقوافي والسطور لك يا عبد الله عسى فرحك دوام عبد الله المقدام يا نسل النمور يا عميد المرج والأهبنا لنا يا الكريم الناهي الفخر جسر صاعي الفزعة تبعد المرام صاعي الفزعة تبعد المرام نسل شيخ هو نصعب الأمور ألف طيبا اعتنى روس السلام من ذوي فهم ونوسع الصدر روس سهوى للمطالق الكرام السهول أهل العز من ماضي العصور فالمواقف من يقصون العظام فالمواقف من يقصون العظام والتبارك لك عبد الله بالسرور من أم محمد رفيعة المقا أم محمد ديك ما بدر القدور الأصيل المترضى بيت الحشام أم محمد ديك ما بدر القدور الأصيل المترضى بيت الحشام الأصيل المترضى بيت الحشام مرحبا ترضى بيت الحشام. الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021.